القطيفة كوجاك وحسيت ان هو شكله مصري كده شوية، فحبيت ان انا البس حاجة كده تبقى شكلها ليها علاقة بثقافتنا يعني. حلو جدا، احنا بس عايزين نعرف الموضوع محررك تقريبا قوي. انت مش شايف هنهار يعني؟ انا بحب مصر قوي بس انا حرانة. ده التزام بالدريس كود ولا الفكرة عجبتك؟ الفكرة عجبتني قوي، وبعدين حسيت ان انا عايزة يبقى عندي لوك برضو على الريد كاربت بقى وعمل حركات وكده والحاجات دي. مش من نفسي. طبعا حقك. طب انت ليه مش نجيش الافتتاح؟ عشان ما اتعزمتش فعلا. كنت تيجي تخش بابايا روح، كنت المفروض اروح معاه صح؟ صح كنت عادي هخش معاه عادي. طبعا مش عارفه ما عزمونيش ليه، انا مهتمه قوي والله. طب ما تقولي له دلوقتي رساله من خلالنا كده، تحب تقولي له ما تجيش معاك ليه؟ انا كنت عايز اروح قوي الافتتاح. من فضلك يعني، ممكن مش فاضي بقى يعني، يلا مش مشكله. شوفي الجرأة دي مش صحيحه طبعا. ايه رايك انت في المشهد بتاع، مش عايز احرق، بس في مشهد عبقري، عمل مشهد عبقري والله مش عشان ابويا، بس كان مشهد بجد مش اتعرض ولا قصدك اتعرض؟ بس انا برضو في ناس ما اتفرجتش فمش عايزه احرق. عادي عشان نشجع الناس ما تجيب من عادي. مشهد بينه وبين صلاح عبد الله ده اللي اقدر اقوله مش طبيعي بجد، كان حلو قوي. والقضيه كمان على فكره قضيه مهمه قوي ما حدش اتكلم فيها قبل كده، فكره ان حد يكون عنده ايجار قديم وكانه عنده حاجه بس ما عندوش حاجه. يعني فاهم قصدي؟ ففكره كويسه قوي وانا مبسوطه قوي بيه وفخوره بيه جدا. لمتابعه الاخبار وكواليس النجوم زوروا موقع كلاكيت الفني www.clacketnews.com.